البوليساريو 30 قاتلا في ضربات الدرون المغربية. البوليساريو 30 قاتلا في ضربات الدرون المغربية، حيث نشر موقع الصحراوي الناطق بالإسبانية والتابع لجبهة البوليساريو تقريرا مطولا يقول إنه يحصي القتلى الذين سقطوا في قصف الدرون المغربي داخل المنطقة العازلة التي تعتبرها الجبهة أراضي محررة تابعة للجمهورية العربية الصحراوية المعترف بها من طرف واحد. وقال الموقع إن القوات المسلحة الملكية نفذت هجمات جوية بالدرون بداية من 25 يناير 2020 داخل الأراضي العازلة خلف الجدار الدفاعية وأسقطت 30 قاتلا في عملية متفرقة، واتهمت البوليساريو الجيش المغربي باستهداف المدنيين. لكن الجبهة التي تروج الحرب لا يشعر بها أحد في الصحراء المغربية بعد خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار عقب عملية القرقرات لا تجد خطابا منطقيا ومعقولا لتسويق روايتها عن الضحايا المفترضين، فبينما تقول إنها حولت المنطقة إلى ساحة حرب وتقول المينورسو إنها تتعرض لمضايقات من البوليساريو بعدم الاقتراب لأن المعركة جارية، تتحدث الجبهة الانفصالية إن الذين تستهدفهم طائرات المسيرة المغربية مدنيون داخل المناطق التي تصفها بالمحررة. وكيف يتحرك المدنيون بكل أريحية في تلك المناطق إذ كانت البوليساريو تؤكد أنها في حالة حرب وهي التي وصلت إلى بلاغ الأقصاف رقم 514. يذكر أيضا أن الجبهة الانفصالية التي كانت تعقل معبر القرقرات في المساحة المحسوبة على المنطقة العازلة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين للمغرب وموريتانيا كانت تصر على أن هؤلاء نشطاء مدنيون يحتجون ضد المملكة المغربية، بينما يؤكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بناء على معطيات بعثة المينورسو أنه كان بينهم عناصر يركبون سيارات رباعية الدفع ومجهزين بأسلحة نارية. نشكركم على حسن المتابعة.